أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة على كافة المستويات لمواصلة البناء على ما تحقق وفتح آفاق أوسع لمزيد من التنسيق المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله عن بعد اليوم مع سعادة السيدة باولا أمادي سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى المملكة، حيث نوه سموه بأن مملكة البحرين تواصل تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجمهورية الإيطالية الصديقة في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف المنشودة ويلبي التطلعات المشتركة، معربا سموه عن تقديره لدور سعادة السفيرة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة السفيرة الإيطالية مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبها أعربت سعادة السفيرة الإيطالية عن شكرها وتقديرها لسموه على ما يبديه من حرص على تطوير العلاقات البحرينية الإيطالية ودعم التعاون المستمر بين البلدين والشعبين الصديقين.